أهلا بكم أعزائي المتابعين في حلقة جديدة من برنامج حقائق ورقائق لتصحيح المفاهيم وترقيق القلوب. هيكون معنا بإذن الله فضيلة الإمام الدكتور محمد عبد ربه إمام وخطيب وزارة الأوقاف للإجابة على أسئلة الحلقات. وسؤال حلقة النهاردة: كيف كفل الدين الإسلامي حق الحياة لجميع البشر؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد المرسلين، وبعد. معالي الدكتور، في إجابتنا على سؤال معاليك حول كيف كفل الإسلام حق الحياة وجعله حقا مقدسا لكل الناس سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، نقول وبالله التوفيق. عندما نتأمل القرآن الكريم نجد أن رب العالمين تبارك وتعالى جعل حق الحياة هو أعلى حق مقدس في الإسلام، وأن كل الحقوق مترتبة عليه. نتأمل مثلا قول ربنا تبارك وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هو خطاب رب العالمين تبارك وتعالى لعباده المؤمنين في قرآن المسلمين، أن الإنسان الذي يعتدي على النفس بغض النظر عن عقيدته أو جنسها أو لونها بلا حق فكأنه قتل البشرية كلها، وأن من أحياها وأن من حافظ عليها فكأنما أحيا البشرية كلها. نجد أن الله سبحانه وتعالى لم يخص المحافظة على حق الحياة أن تكون لمسلم وأهدر حق الحياة لغير المسلم، حاشاه، فهو العدل المطلق سبحانه وتعالى. بل إننا نفاجأ في سورة النساء معالي الدكتور أن الله سبحانه وتعالى جعل الحقوق التي شرعها وجعلها مترتبة على القتل الخطأ جعلها بتمامها لغير المسلم كما قررها وشرعها لغير للمسلم. يقول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ. هذه النتائج المترتبة على القتل الخطأ الذي شرعه ربنا تبارك وتعالى. شرع ماذا؟ يقول ربنا: فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلي إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. هذا حديث عن المسلم إذا قتل خطأ. طيب، وغير المسلم إذا قتل خطأ هل هو كم مهمل لا قيمة لحياته؟ أبدا. فاجأنا رب العالمين تبارك وتعالى أن ما شرعه للمسلم إذا قتل خطأ هو ما شرعه لغير المسلم إذا قتل خطأ. فيكمل رب العالمين تبارك وتعالى الآية ويقول: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، أي الذين يعيشون في بلادنا وبيننا وبينهم ميثاق ومعاهدة على ألا يعتدي أحد على أحد، فإذا قتل خطأ ما شرعه الله عز وجل لغير المسلم إذا قتل خطأ، يقول ربنا: فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فما شرعه لغير المسلم إذا قتل خطأ شرعه للمسلم إذا قتل خطأ، وساوى بين الجميع. ثم يكمل ربنا تبارك وتعالى الآية ويقول: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ولم نلحظ أن الله سبحانه وتعالى شرع أن يصوم الإنسان شهرين إذا قتل مسلما خطأ وأن يصوم شهرا واحدا إذا قتل غير مسلم. أبدا، شرع رب العالمين شهرين لمن قتل خطأ سواء كان مسلما أو غير مسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يكمل المشهد ويقول: من أشار على أخيه بحديدة فهو في النار. ولم يخص الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يقل من أشار على أخيه المسلم، فهناك أخوة عامة وهي أخوة البشرية، كل البشرية، التي أشار إليها رب العالمين تبارك وتعالى في قوله: ولقد كرمنا بني آدم. الحق سبحانه وتعالى على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم على المسلم أن يشير على أخيه بحديدة سواء كان مسلما أو غير مسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم طيلة حياته منذ ولادته ومنذ بعثته وإلى أن لقي الله تبارك وتعالى لم يثبت أنه قتل غير مسلم إلا بحق أن يكون مقاتلا ومحاربا وحاملا السيف في وجه المسلمين. إن هذا الحق شرعته كل الشرائع السماوية وكفلته كل الدساتير الوضعية، ولم يثبت أن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر هذا الحق للإنسان بغض النظر عن عقيدته أو جنسه أو لونه، وإنما هو حق مكفول لكل الناس سواء كان
هذا الإنسان مسلما أو غير مسلم، فحق الحياة مقدس بغض النظر عن اعتبارات العقيدة أو الجنس أو اللون أو اللغة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. أحسنت فضيلتك ونفعنا الله وإياكم والسادة المتابعين دائما بكل الإجابات القيمة اللي حضرتك بتفضل بيها في البرنامج، وإلى أمل في حلقة قادمة.